أهلا بكم. الاحتباس البولي المزمن هو عبارة عن إن المثانة بتفقد القدرة على تفريغ البول تفريغ كامل، بحيث بيظل كمية من البول في المثانة بعد عملية التبول، وبتكون أكتر من 100 سنتي مكعب، وده بيحصل بصورة دايما قد تصل لإحداث انتفاخ بأسفل البطن. المضاعفات بيحصل فيه سلس بولي كاذب، وهو نزول قطرات بول باستمرار من المريض دون تحكم على الرغم من امتلاء المثانة، وممكن يحصل فشل كلوي انسدادي. الأسباب: انسداد مخرج المثانة لفترات طويلة وإهمال العلاج، أو بعض أنواع المثانة العصبية زي مضاعفات مرضى السكر أو تضخم البروستاتا، إما يكون تضخم حميد أو تضخم خبيث. والعلاج: بنركب قسطرة بولية وبنعالج السبب الموجود، وبنعمل فحص بالموجات فوق الصوتية على الحوض، وقياس كمية البول المتبقية في المثانة بعد عملية التبول. شكرا لكم وإلى اللقاء.